بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور مصطفى المسيري، استاذ جراحه المسالك البوليه في كليه الطب جامعه اسكندريه. بحقيقه انا بدات تخصص امراض المسالك النسائيه من حوالي اكثر من 14 سنه لما كنت بعمل في الولايات المتحده الامريكيه، وشفت قد ايه التخصص ده بيقدم خدمات ممتازه لجميع السيدات اللي بيشتكوا من اضطرابات التبول او السلس البولي او المثانه العصبيه او السكوت المهبلي لاعضاء الحوض، وشفت هناك احدث طرق التشخيص واحدث طرق العلاج لهذه الامراض. عايز اقول لكل سيده بتشتكي من اضطرابات التبول او السلس البولي او السقوط المهبلي لاعضاء الحوض، اوعي تفتكري ان ده حاجه مشكله او تطور طبيعي بيحصل مع التقدم في السن، لا، في الواقع ده مرض وليه اسبابه وليه طرق تشخيصه وليه طرق علاجه. فمن فضلك ما تتحرجيش وما تستسلميش للموضوع ده، واحنا بنوعدك ان شاء الله ان انت لما تيجي عندنا في مستشفى الكلى للمسالك البوليه ومن خلال قسم المسالك البوليه النسائيه وطب امراض الحوض عند السيدات، هنقدم لك احدث ما توصل اليه العلم والطب في مجال تشخيص وعلاج هذه الامراض. ممكن يكون العلاج في صورة بعض الأدوية، أو ممكن يكون في صورة جلسات متتالية من العلاج الطبيعي لعضلات الحوض، أو ممكن يكون باستخدام المناظير المتقدمة والليزر، أو أيضا بالجراحات التجميلية والأقل تداخلية لمنطقة الحوض. هتشوفي إن شاء الله تحسن ملحوظ وتغير كبير في حياتك قبل العلاج وبعد العلاج. وإحنا إذا كنا بنحتفل بالعيد السنوي لإنشاء مستشفى الإسكندرية للكلى والمسالك البولية، فإحنا أيضا بنحتفل إن الحمد لله ربنا جعلنا سبب في شفاء وعلاج العديد من السيدات اللي جم وتعالجوا عندنا من مشاكل اضطرابات التبول والسلس البولي والسقوط المهبلي، وكان حقيقة فيها حالات كتير مرتجعة وحالات صعبة، ولكن بفضل الله الحمد لله اتعالجوا وتم شفائهم وحصل لهم تغيير كبير في حياتهم للأفضل. انتظروني إن شاء الله في فيديوهات تانية هكلمكم عن تفاصيل أكتر من تخصص المسالك البولية النسائية والأمراض اللي بيعالجها وكيفية تشخيصها وكيفية علاجها.